عقدت نقابة المحامين الاجتماع الخامس المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الممثلة بنقبائها. ترأس الاجتماع نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب. عقد الاجتماع في محافظة الأسكندرية للنظر في جدول الأعمال المطروح وعلى رأسه موضوع التسجيل في الفاتورة الإلكترونية. واستعرض النقيب العام ما تم من إجراءات بمعرفة اللجنة والسادة أعضاء مجلس النقابة العامة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، كما استعرض ما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل بشأن الرسوم المفروضة على المحامين جبراً. وأعلن تصعيد الأستاذ ناصر العمري المحامي لعضوية مجلس النقابة العامة خلفاً للأستاذ الراحل محب المكاوي. وقال نقيب المحامين أن اللجنة المشكلة مع وزارة المالية مستمرة في عملها حتى الانتهاء من جميع المشاكل الضريبية وتحديد قيم مقطوعة لها، وأكد أنه لا مساس سواء بالفحص أو الدخول لمكتب المحامي لما يتعارض مع حصانة المحامي المصونة في الدستور والقانون. وذكر أن هناك من استغل الأزمة لمصالح انتخابية رغم دعم النقابة لكل من حاول تحقيق نتيجة إيجابية في الأزمة. وصرح: عملنا على إخراج المحامين بطريقة محترمة من منظومة الفاتورة الإلكترونية. وأضاف: هناك من ينشر الأكاذيب بشأن التسجيل ويروج بأن كل المتعاملين مع الشركات ملزم بالتسجيل في المنظومة. وأكد نقيب المحامين أن وزير العدل وجه بتحمل الوزارة تكاليف استهلاك غرف السادة المحامين من الكهرباء. وكشف عن أنه عندما تسلم مهام عمله كانت موارد النقابة 1.2 مليون جنيه، وأصبحت الآن 1.272 مليون. واستمع نقيب المحامين خلال الاجتماع لكافة مداخلات السادة الأعضاء والنقباء الفرعيين تعليقاً على بنود جدول الأعمال. ونتج عن الاجتماع بياناً تم التأكيد فيه على الآتي: المحامون المتعاملون مع أفراد غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية وموعد 30 أبريل لعام 2023 غير ملزم للسادة المحامين. المحامون العاملون بمكاتب السادة المحامين غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية أيضاً. المكاتب التي سجلت بإرادتها في نظام الفاتورة الإلكترونية والمحامين العاملين بالمكاتب التي سجلت غير ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية. الفئات الواردة بالمادة 9 من قانون المحاماة وهم العاملين بشركات المساهمة والبنوك الخاصة والجمعيات والإدارات القانونية غير ملزمين بالتسجيل. حال قيام المحامي بإنشاء أو تسجيل شركة أو غيرها لدى السجل التجاري أو القيام بعمل من أعمال المحاماة غير ملزم بالتسجيل. اللجنة لا زالت قائمة ومستمرة في عملها للوصول إلى حسم إلى جميع المشكلات الضريبية. حال تجاوز أي موظف من أي جهة ضريبية بمباشرة أي أعمال بالمخالفة لما ورد سابقاً، يرجى اختيار النقابة الفرعية لاتخاذ اللازم وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع السيد وزير المالية. وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة من النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث الآتي: المسائل المثارة بشأن الرسوم القضائية التي تفرض بالمخالفة للقانون حسب ما تم الاتفاق عليه بين السيد وزير العدل والسيد النقيب العام. لجنة لدراسة زيادة فئات المعاش في ضوء تقريري الخبيرين الاكتواريين بعد العرض على الجمعية العمومية. لجنة لدراسة تمويل صندوق الأمراض المزمنة والسرطانية والكبد والقلب المفتوحة ودعمهما بخلاف الدعم المقدم من النقابة العامة طبقاً لما تنتهي إليه اللجنة. وتهيب النقابة العامة والنقباء الفرعيين بعدم الانسياق وراء أي أقوال مرسلة أو شائعات تقوض عمل اللجنة أو مجلس النقابة العامة في شأن ما سلف.
وانتهى الحضور من النقباء الفرعيين إلى دعم مجلس النقابة العامة نقيباً وأعضاء في شأن الأعباء الملقى على عاتقهم في كافة ما يواجه مهنة ورسالة المحاماة. وتعهد مجلس النقابة العامة بإعلام الجمعية العمومية للسادة المحامين بكافة المستجدات في أي شأن مما سبق.